بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا إخوة، علشان يصح الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لابد أن تفرق بين الحكم وبين التحاكم وبين التشريع. الحكم والتشريع يخص الحاكم، التحاكم يخص الشعوب. لابد أن تفرق في هذه المسألة بين هؤلاء الثلاث علشان يستقيم لك الأمر. معنا مصطفى العدوي بيسأل عن حكم من لم يحكم بما أنزل الله. تعال نشوف مصطفى العدوي قال إيه في هذه المسألة. تعال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال كده. سأل. هذا الأمر فيه تفصيل. إذا كان مجرد حكم بغير ما أنزل الله لدنيا يريدها أو عن استضعاف واقع به وليس بجاحد لحكم الله المنزل، فهذا كفر دون كفر. بصوا يا إخوة، مفيش حاجة اسمها، بالنسبة للسؤال ده بالذات، مفيش حاجة اسمها المسألة دي فيها تفصيل. لا، المسألة اللي هو سألها دي ليها حكم واحد بس، ولازم تفهم ان في حاكم بيحكم الأصل فيه الحكم بما أنزل الله، وفي حاكم الأصل فيه الحكم بالقوانين الوضعية. ده ليه حكم وده ليه حكم. السؤال جاي على الحكام اللي بيحكموا بالقوانين الوضعية. الإجابة اللي أجابها مصطفى العدوي هي على من يحكم بشريعة الله عز وجل، ولكنه يعني عدل في مسألة عن حكم الله. دي اللي فيها تفصيل. تاني يا إخوة، تاني، في فرق ما بين حاكمين، حاكم الأصل فيه الحكم بما أنزل الله، حكم قائم على كتاب الله سبحانه وتعالى بيحكم بما أنزل الله، وحاكم الأصل فيه الحكم بالقوانين الوضعية. هو بتسئل على الحاكم، لأن الراجل بيقول له حكام دلوقتي، على الحاكم اللي بيحكم بالقوانين الوضعية، الأصل فيه الحكم بالقوانين الوضعية. ولما مصطفى العدوي جاوب بالإجابة اللي هي تخص الحاكم اللي الأصل فيه الحكم بما أنزل الله. واضح؟ الحاكم اللي الأصل فيه الحكم بما أنزل الله لو حكم في مسألة واحدة، مسألة معينة مثلا حكم فيها بغير ما أنزل الله، هو هنا التفصيل. نشوف، حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك ولا جاحد لذلك؟ طبعا ده حكمه كفر اذا كان جاحد او مستحل في هذه المساله. تمام. طيب، لو انه حكم في هذه المساله وهو مقر ان ده شرع ربنا وتمام مفيش اي مشاكل، وما لغاش شرع ربنا كمان في هذه المساله، يعني ما مسحش الحكم وحط بداله حكم تاني وضعي، لا، ده هو مقر ان ده حكم الله ولكنه حكم لعارض من شهوة أو عارض من رشوة، واخد بال حضرتك، أو عارض من قرابة شفاعة يعني، فده لا يكفر. اللي هو ده بقى نازل فيه كلام عبد الله بن عباس، كفر دون كفر. واضح يا إخوة؟ يبقى كده السؤال رايح لمصطفى العدوي بتصور، مصطفى العدوي جاوب على السؤال بتصور آخر خالص. ماشي يا إخوة، لازم بالله عليك تفهم هذه المسألة. تعالى أجيب لك كلمات ابن عثيمين عشان تفهم أكتر. بيقول لك إيه ابن عثيمين؟ يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل نظاما يمشى عليه ويستبدل به القرآن، وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله،
فهذا قد يكون كفرا أو فسقا أو ظلما. واخد بال حضرتك؟ ده كلام ابن عثيمين، وهو ده الكلام اللي قاله حبر الأمة عبد الله بن عباس. لأن كان الخوارج لما حكموا على علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب كان الأصل فيه الحكم بما أنزل الله، فهم اتهموه إن هو عدل في مسألة، فقال لهم لا، لو الحاكم بيحكم بما أنزل الله، طبعا علي بن أبي طالب بيحكم بما أنزل الله، لو الحاكم بيحكم بما أنزل الله وعدل في مسألة عن حكم الله لا يكفر إلا بعد الجحود، اللي هو كفر دون كفر. واضح يا إخوة؟ بس عشان المسألة توضح وتبان وتبقى كده إيه واضحة قدامنا، لما تيجي تتكلم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لازم تفرق ما بين حاكم الأصل فيه الحكم بما أنزل الله وحاكم الأصل فيه القوانين الوضعية. كلام عبد الله بن عباس، كلام عبد الله بن عباس اللي هو كفر دون كفر، الذي حكم به على في وجود علي بن أبي طالب، هل علي بن أبي طالب يستوي بمن هو حاكم يحكم بالقوانين الوضعية؟ الناس بقى تجاوب. تعال نكمل. أما إذا كان جاحدا لحكم الله المنزل مفضلا حكمه على حكم الله، أو يجعل حكمه يساوي حكم الله، فيكفر حينئذ. برضو يا إخوة التصور اللي هو بيقوله ده مش في حاكم معطل شريعة ربنا وبيحكم بقوانين وضعية، الصورة دي مش منطبقة عليه، لأن مجرد الفعلة دي ملهاش إلا حكم واحد أنتوا عارفينه. إنما اللي بيقول لك طالما جحد أو اشتراط الجحود يبقى احنا بنتكلم في معصية، ما بنتكلمش في كفر، احنا بنتكلم في معصية، والمعصية دي مش هنقدر نكفره بيها إلا ما نشوف إذا كان جاحد ولا مستحيل. تمام يا إخوة؟ إنما اللي معطل شريعة ربنا خالص ده، دي الفعلة دي بذاتها جحود. تعطيل شريعة ربنا هي جحود. ابن القيم بيقول لك إيه؟ إن الكفر والشرك لم يأتي في الأمم إن العذاب لم يستحقه أو لم تستحقه الأمم إلا بسبب الشرك والتعطيل. وأنت شايف علماء السنة بيكفروا المعطلة لأنهم عطلوا شرائع الله عز وجل في الصفات والأسماء، فما بالك بقى في اللي بيعطل شرائع ربنا كلها، لا أسماء ولا صفات ولا أحكام ولا حدود ولا أي حاجة، ولا أي حاجة، شريعة ربنا معطلة، ده مش هشترط فيه الجحود لأن هي الفعل بذاتها كفر. إنما اشتراط الجحود يكون في ذنب، يبقى الذنب ده اللي هو قاله بقى عبد الله بن عباس كفر دون كفر. ليه؟ لأن قبل أن يخرج من الملة لابد أن يتبين أنه جاحد أو مستحيل. واضح يا إخوة؟ ده بالنسبة لكلام مصطفى العدوي. يبقى كده مصطفى العدوي بيتكلم في مسألة، بيفتي في مسألة غير المسألة اللي استفتى فيها هذا السائل. خد بالك من النقاط دي كويس جدا، لأن دي أساس في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، دي أساس تبني عليها الأحكام علشان ما تتذبذبش. تعال نكمل. كفر يعني الشيخ هنعرف ازاي يعني اللي هو في يعني احنا نعرف ازاي بالقرائن. كلام ممتاز. هنعرف ازاي جحوده بالقرائن. سؤال من السائل كويس، وإجابة من العدوي كويس. هنعرف ازاي انه جاحد بالقرائن. طيب تعطيل شريعة ربنا دي قرينة ولا مش قرينة؟ استحلال ما حرم الله، ربا، خمور، تصريح للزنا، ها ده قرينة ولا مش قرينة؟ هقول لك ايه تاني، مش هقول لك حاجة تاني، يعني القرينة هي تعطيل شريعة الله عز وجل واستبدالها بقوانين وضعية هي التي يلزم بها العباد ويعاقب من خالف هذه القوانين التي هي من وضع البشر.
واضح يا إخوة؟ دي أكبر قرينة، تعطيل والاستبدال. نمرة اتنين، استحلال المحرمات، خمور، ربا، دي قرينة ولا مش قرينة؟ قرينة. تعال نكمل. الرؤساء حكومة البلاد الإسلامية أكثرهم ما يشهدون حكم الله. يا إخوة أنا يعني هو بينقد الكلام اللي بيقوله، مش قال لك طب هنعرف الجحود إزاي؟ قال لك بالقرائن. مش طب هو إحنا قلنا القرائن دي في أكتر من القرائن اللي إحنا بنعيشها دلوقتي؟ أنا مش عارف أرد عليه أقول له إيه يا إخوة؟ أرد عليه أقول له إيه؟ يعني هو من شوية دلوقتي بيقول لك، السائل بيسأله هنعرف الجحود إزاي؟ قال له بالقرائن. طيب بيقول لك دلوقتي مفيش جحود. طب نجيبها ازاي يعني؟ يعني نجيبها ازاي؟ ما انا مش عايز اتكلم اكتر من كده، نجيبها ازاي؟ تعال نكمل. يعني ما يشهدون القرآن، هم مقرون بالسارق والسارقة فاقطع ايديهما. طب ما هم الجهمية ما جحدوش القرآن برضه. الجهمية ما جحدوش القرآن ومع ذلك السلف كفروهم. المتوكل اسمه المأمون لم يجحد القرآن والسلف كفروه. المعتصم لم يجحد القرآن والسلف كفروه. يعني أئمة الجهمية دول السلف كفروهم، يعني ما كانوش بيجحدوا القرآن يا إخوة، ما كانوش بيجحدوا القرآن خالص، ولكنهم عطلوا، نفوا بعض ما في القرآن، بعض آيات القرآن عطلوها ونفوها. إيه اللي حصل؟ سلف كفرهم. فبالك بتعطيل شريعة ربنا، دي مش قرينة يا جماعة. فما بالك يعني استبدال شريعة ربنا بقوانين وضعية، مش ده تعطيل، يعني مش دي قرائن، مش دي قرائن. هو لازم يجحد القرآن. طب ما هو لو جحد آية من القرآن كأنه جحد كل القرآن. صح، مش ربنا أمر وربنا وصف في القرآن أحوال الحكام؟ طيب يعني إزاي هو بيحكم الحكم ده؟ يعني هو الجحود عنده، إن هو البني آدم، الجحود عند مصطفى العدو، الجحود عند مصطفى العدو إن البني آدم ينكر القرآن أو يجحد القرآن؟ يا حبيب قلبي لسه قايل لك ربنا بيقول عن اليهود، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ان هم عملوا ببعض احكام الكتاب وعطلوا العمل بايات اخرى، فكانت النتيجه ان ربنا وصف ان هم كفار. طيب الناس اللي كانوا بيقتلوا اولادهم تقربا لشركائهم، يعني ربنا قال ايه عنهم؟ ربنا كفرهم بسبب الطاعه، وان اطعتمهم انكم لمشركون، بسبب الطاعه. يعني المنطق ده انت جايبه منين؟ المنطق ده انت جايبه منين؟ الطريقة دي انت جايبها منين؟ دي اختراعات مصطفى العدوى بيخترعها، والله يا اخوة اختراعات، وبيفردوا امثلة في منتهى الغرابة. لما تقولي ما بيجحدش القرآن وبيقر بحد السرقة، الله، طب ما بيطبقوش ليه؟ عارف هو يعني ما بيحكمش عليه الحكم الشرعي ليه؟ لأنه هو عنده العمل مكمل للإيمان، ما هو إقرار، هو حكم عليه بالإقرار، هو حكم عليه بالإقرار إن هو مقر بالقرآن، مقر بحد السرقة. طب العمل، انتفاء العمل ده، مش العمل كمان، ده استبدال هذا الحد بحد آخر، مش هو أقر بهذا الحد؟ طيب يعني عطله واستبدله بحد اخر اللي هو الحبس، صح؟ طب دي مش قرينه؟ دي مش قرينه يا اخوه؟ مش عارف، تعال نشوفه هيقول ايه. لكن ينتج عنه الكفر الاكبر، كفر العقيده. بصوا يا اخوه، السائل بيقول له كفر العقيده، فبيقول له ده دليل على ان هو بيحصر الكفر في الاعتقاد، العمل او الاعمال عنده ما فيش منها ما هو كفر بذاته،
عشان تعرف بس ان هو مرجئ في باب الايمان. علشان هو مرجئ في باب الايمان فهو بيتكلم في مثل هذه المساله بمثل هذا الكلام. علشان هو مرجئ في باب الايمان فهو اقر السائل على حصر الكفر في القلب. يبقى يا إخوة لازم تفهم إن إجابته على هذا السؤال إجابة خاطئة من كل النواحي. السائل بيسأل على واقع وهو بيجاوب على واقع تاني خالص خالص. هو بيحمل أقوال العلماء بدون ما يعقل معاني هذه الأقوال. صرح عن عقيدته في حصر الكفر في الاعتقاد القلبي، وبل هو أقر الراجل على هذا الكلام. هو واحد زي السائل ده تيجي تقول له لا ده في عمل كفر والكلام ده وفي أعمال هي كفر بتخرج من الملة هي بذاتها، يتهمك على طول ويقول لك إن أنت لا كلامك غلط. لو هو بقى مش فاهم حاجة يقول لك ده كلامك غلط، ده أنا سمعت الشيخ فلان بيقول كذا. يعني بيعلموا الناس غلط وبيوجهوا الناس غلط وبينشئوا الناس غلط، يعني بعيدين خالص عن اعتقاد السلف في مثل هذه الأمور. أرجو تكون المعلومة واصلة، وأرجو إن أنا أكون وضحت على قد ما قدرت بإذن الله. ومعلش لو الفيديو طويل سنة، معلش.